رجعنا لكم في البرايم تايم، مازلنا مواصلين معكم في البرايم تايم حتى للعشرة متاع الصباح. هذه ساعتنا الأخرانية، وكل عادة في الوقت هذا نمشي وتتسويت للمساج أنفويه. مساج أنفويه. خطاب السياسة في واد وعقل الشعب في بحر آخر. كما كل اثنين كل شيء صعيب، القوم على الخارجة، الوصول للخدمة، كل شيء يبدأ ثقيل وبسيف يتحرك. كيف كيف الكلمات ما تحبش تخرج، خلي مساج نهار اثنين يتكتب. صعوبة تتلخص في معاونات محاولة فهم الواقع السياسي المرير، واقع قعد واقع تحت أسفل السافلين توا سنين للأسف. سياسيين قراراتهم غرقت البلاد في الديون والفقر والتبعية. لا الأدهى والأمر، ما زالوا فما ناس دافع على مثل هذه الأحزاب. تلقاها ريكش في تليفونه، أنت تقول كلمة على النهضة وهو ينطق هذا ما يكون كان يساري، مش في باله يساري سبب. ولا الأخرى، هذا تابع عبير موسي تمول فيه الإمارات، بالطبيعة ذكاء خارق، شنو تحب تعمل؟ والأخرين عاد ما قال حد الحد، أنت تجبد عبير حتى بالبعيد تسمع وتقرأ كان يا خوانجي يا إسلامي، ماشي في بالهم إسلامي سبا. بلاد قاعدة تعاني من فساد نخبة حاكمة، غرقت البلاد في فوسي متاع يأس وفقر وتهميش. كل شيء ولا يهون لدى الطبقة هذه اللي تحكم فينا على خاطر الكرسي، كل شيء يتنازلوا عليه مقابل المنصب. المسألة وليت حالة مرضية عند السياسيين، وللأسف هما ما همش فاهمين انهم غير قادرين على الحكم، ما همش اهل ليه، انابت. سامحوني، انتم لستم اكفاء وغير قادرين على الحكم. كلامكم وخطابكم في واد والشعب وخاصة منه الشباب عقله في البحر، وكيفاش باش يوصل للضفة الاخرى متاع المتوسط. مهما كان المستوى التعليمي والمؤهل التقني والمادي، أغلبية ساحقة من الشباب ما تراش مستقبلها في بلادها. فما فشل أكثر من هكا، فما خسارة أكثر من هكا. انتوما متاع النهضة وعبير وغيره، اقعدوا دافعوا تو نهار اللي صغاركم ما تلقاو شنو توكلوهم، حطوا لهم دي كومنتير في الفطور ودي جيم في العشاء. الشباب تحدى الكورونا والبحر واختار الريسك لدخول بلاد ما فيهاش خدمة معبية بالمر، خاطر ولا يحس روحه عايش في حبس كبير، في سجن مخنوق، يرى في العوج وهو ساكت، يرى في السنين تتعدى وهو في نفس البلاصة يمقدف على مكانه. جهده تهد والفساد ما تهدش. في البلاد هذه ما عناش نفس الحظوظ، الدولة ما تعاملناش كيف كيف، الدولة تاخذنا في فلوسنا بعنوان الضرائب وتصرف فيهم بعنوان الفساد. صراحة السياسة خانوا الأمانة وفقدوا الشرعية والمشروعية. احنا نحكيه على الكورونا والحرقة والبطالة، أكثر من 5000 صاحب دكتوراه مقاش خدمة، 100,000 تلميذ ينقطع سنويا على الدراسة، صحة مريضة، تعليم في الحضيض، ديون، عجز تجاري. هو ما زال يحكي على حكومة سياسية بحزام برلماني وحزبي واسع. خرف يا اللي تخرف. مساج أنفوي. شكرا لك، بارك الله فيك معاذ الشريف. المساج أنفوي.